اوكي، تعالوا نشوف بقى موضوع الايه، الـ amount of impairment. The amount of impairment to be recognized on these financial instruments depend on whether or not they have significantly deteriorated، انخفض بشكل جوهري، since their initial recognition، منذ إثباتها أول مرة. Impairment إحنا قلنا على محلل القيمة، أنت نسبة محلل القيمة لو في significant إيه factors أو events بتحسسك إن أنت إن القيمة انخفضت بشكل كبير. طب بتقيس إيه؟ بتقيس القيمة اللي أنت ثابتها في دفترك بسعر السوق، اللي هو إيه بقى سعر السوق؟ ده انا قافله اصلا، استنى. بالفير فاليو، تجيب الفير فاليو منين؟ احنا قلنا المره اللي فاتت. ايوه يا اما منين؟ نشوف تعرف الاكتف ماركت بالظبط. لسه ده هنا هيتكلم على الستيج الاول. Financial instrument whose credit quality has not significant deterioration since their initial recognition. و financial instrument whose credit quality has significantly deterioration since their initial recognition. ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ يبقى هنا significantly يبقى عندك مرحلتين، في واحده ما نزلتش وواحده نزلت. والثالثة ايه؟ اول واحدة واحدة ما حصل لها حاجة، تاني واحدة حصل لها انخفاض جوهري، تمام، في الكريدت كواليتي، في الكريدت كواليتي بتاعتها. تالت واحدة مفيش انخفاض، لكن هو في مؤشرات موضوعية بتقول لك انها رايحة تتنين تنزل، هي رايحة تنخفض. For stage one financial instrument, the impairment represents the present value of expected credit loss that will result if default occur in the 12 months after reporting date. أول واحدة اللي هي مين؟ اللي هي ما حصلهاش أي حاجة. تمام؟ يبقى كل اللي هيحصل أنت بتتنبأ، هي لحد دلوقتي السنة دي كويسة، وأنا بقفل السنة لسه كويسة. فأبتدي أقول طيب الباقي السنتين الثلاثة اللي جايين الدنيا شكلها إيه؟ فتبتدي تشوف ال 12 شهر على الاقل اللي جايين الدنيا فيها ايه. يبقى ده ستيج 1. ستيج 2 لا، ده في كريدت لوس طلعت، يعني خسرت فعلا نزلت. تمام. ستيج 3 مش مكتوب. ستيج 3 اللي حصل بقى في اوبجكتيف ايفيدنس، في ايفيدنس اللي احنا قلنا عليها مين؟ مؤشرات اللي هم ايه؟ اللي هي انها تكون قيمتها عدى عليها زمن خلاص وبعد كده طلعت حاجه حديثه. لا لا لا، لما يكون اصله وبتعمله اندرمنت، لكن للاسف الفلاش لا، اللي احنا قلناه من الست مؤشرات، ان الشركه دي ما عادش اسهمها بتتداول في السوق، ان الشركه دي اسهمها او بتنزل سندات بقيمه قليله، انها ابتدت تتاخر في الدفع، انها ابتدت تبيع اصولها، فيديك مؤشرات جوهريه ان في مشكله بتحصل. طيب ايه موضوع الامبيدد دريفاتيف بقى؟ الدبنيه بتاعت مين؟ يعني عقد يضمن، او مش يضمن، يتضمن ضمنيا صوره من صور الدريفاتيف المشتقات. An embedded derivative is derivative instrument that is combined with non-derivative host. host اللي هو العقد الاصلي، تمام، فده اللي هو المضيف، فالمضيف ده بيستضيف احد مواصفات الدريفاتيف. For to form a single hybrid instrument، وبيشكلوا الاثنين على بعض عقد واحد. possible example اللي هو الليس، مش الليس ده عقد تأجير اللي انتوا لسه ما خدتوش؟ طيب عقد التأجير ده، مش برافو عليك، مش التأجير ده هتلاقي فيه حاجة اسمها تأجير تشغيلي وتأجير تمويل. التأجير التشغيلي ان انت ما تثبتش الأصل في دفاترك وتدفع إيجار بس. التأجير التمويلي ان انت تثبت الأصل في دفاترك وبعد كده تدفع الاقساط. فقد ينتهي بتملكك للاصل، يبقى هو يحمل ضمنيا عقد شراء بالتقسيط، وقد ينتهي بان انت بترجع الاصل تاني.
وفقا لمجموعه من الشروط والاتفاقات هناخدها لما نيجي وقت الليز. فيبقى معنى كده ان انت واخد قسط عمال تقسط، وممكن اخر قسط تقول بقى بتاعي، وممكن اخر قسط تقول لا مش عايزه، يبقى التضمن اوبشن ولا لا؟ كانك بتشتري بالتقسيط، لكن هو لا يثبت عقد شراء. يبقى هم هو حاله لوحدها كده، عملنا عقد جديد كده اسمه ليز. اديت اور ايكويتي انسترومنت، تمام، السندات اللي ممكن يبقى فيها شروط التحويل الى حقوق ملكيه، او حقوق الملكيه اللي بتتضمن مع اصدارها امكانيه شراء سند بسعر رخيص. انشورنس كونتراكت، عقود الايه بالتامين. سيل اور بيرشيز كونتراكت، او ان انت تبيع او تشتري العقد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ معلش تاني. تامين تمويلي. لا ازاي يعني يتم ازاي؟ هو في تامين تمويلي. لا مفيش تامين تمويلي، مش للدرجه دي. كونستراكشن كونتراكت، عقود الايه المقاولات. ليه؟ لان عقود المقاولات انت بتثبت الاصل لدفاترك، وفي اخر العقد بتردهوله، فهو مش اصل، فهو عمليه كده بتخليك تدمج حاجتين، كانك بتبني لنفسك اصل بس هو مش بتاعك، بتدي لحد تاني. بتحوله له. هيدجنج يعني ايه؟ تغطية مخاطر. means احد الادوات designated المصممه one or more hedging instruments so that their change in fair value is an offset. ان التغير في الاداه دي هيواجه او يقابل whole or part of change in fair value or of cash flow of hedging item للايتم اللي انت عامل عليه الهيدج. يعني انت خايف ان سعر حاجه تتغير، فبتعمل عقد، العقد ده قيمته لما بتتغير بتعكس لك التغير اللي حصل في الاصل بتاعك. is an assets hedging item، بقى الايتم اللي انا بعمل عليه الهيدجنج ده، is an assets او liability او firm commitment or forecast future transaction that exposes the entity to risk. يبقى هي معامل اصل او liability او التزام او معامله هتخلي الشركه تتعرض لمخاطر في المستقبل، تمام. it designated as being hedge، وانت كمان قررت تعمل لها هيدج، فبقت اسمها هغطيها. Hedging instrument, a designated derivative, ده نوع من انواع الderivative. Or another financial assets or liability whose fair value or cash flow are expected to offset change in fair value or cash flow of designated hedge. للاصل او designated hedge item، للاصل اللي انت مصنفه ان انت عايز تعمل عليه تخطيط مخاطر. An underderivative financial assets or liability may be designated as hedging instrument for hedge accounting purpose if it hedges the risk of a change in foreign exchange rate. يعني انت ممكن تبقى عامل عملية بيع بالدولار وخايف ان سعر الدولار يغلى او يزيد، فعامل قدامها عملية شراء بالدولار، فانت عملت معاملة عشان تغطي معاملة، لكن ما عملتش عقد. الهيدج افكتيفنس اللي هو كفاءة بقى الهيدجنج، هو هيقدر يغطي قد ايه من الخسائر بتاعتك. Is the degree to which change in fair value or cash flow of the hedge item attributable to hedge risk are offset. درجة حجم المخاطر هتقابل اللي تشينج فيه الكاش فلو بتاع الانسترومنت بتاعتك، هتغطي نسبة قد ايه؟ اهي الاوبجكتيف بيزد اسسمنت. امتى يبقى التقييم بتاعك ان الهيدجنج ده حصل؟ لو هيدج افكتيف ريبليس سام وات اربيتري، بيغطي تقريبا من 80 ل 125%، فده بيسموه برايت لاين. يعني انت بقدر تغطي من 80 ل 125% من حجم خسائرك، يعني بتكسب كمان، مش يعني الدنيا حلوه. ان اكاونتنج فيو، وجهه النظر بتاعت الهيدج ده عباره عن ايه؟ seek to address the risk management issue. الحته بتاعت الهيدجنج ده معمول نوع من انواع الريسك مانجمنت، فالمعيار اتحط عشان يعبر عن الريسك مانجمنت اللي الاداره بتعمله، المانجمنت فيو في الحته دي. before hedge relationship qualify for hedge accounting، قبل ما تقول ان الاداه دي انت شاريها او العقد ده انت عامله عشان يمثل عمليه تخطيط مخاطر، all of the following condition must be met. اول حاجه the relationship consists only of eligible hedge instrument، انه العلاقه بتاعه الهيدجنج ده هتغطي الانسترومنت دي بالذات،
لازم تبقى انسترومنت بعينها. There must be formal documentation، لازم يبقى فيه توثيق مستندي، يعني عقد، اتفاقيه، امر اداري، حاجه بتقول كده. The hedge relationship meet all the following hedge effectiveness criteria، ويتضمن بقى العلاقه دي فيها كل الصفات. اول حاجه there is an economic relationship between hedge item and hedge instrument، في علاقه اقتصاديه ما بينهم، في حاجه بتقول ان ده لما ده بيطلع ده بينزل، تمام؟ والا مش هبل كده، مش انت بتقول ايه اصل لما سعر اللحمه بيزيد سعر الخضار بيقل، يا عم في ايه؟ لكن لما تقول اللحمه والفول، لما تقول اللحمه والفراخ او اللحمه والسمك، ففي مؤشر اقتصادي بيقول كده. The effect of credit risk doesn't determine doesn't dominate the value change that result from that economic relationship، ان اللي بيتحكم في العلاقه دي الطلب والعرض، مش اللي بيتحكم في العلاقه حجم الخسائر والمكاسب. The hedge ratio of hedging relationship is the same as that resulting from quantity of hedge item that entity actually hedge and the quantity of hedge instrument that the entity actually used to hedge that quantity of hedge item. يعني ايه؟ يعني النسبة بتاعت انت مغطي قد ايه بتساوي حقيقي حجم العقود اللي انت عاملها hedge، جايبة ارباح قد ايه منسوبة الى حجم الخسارة اللي هتطلع لك من الاوراق الماليه بتاعتك. لازم لازم تبقى محسوبه كده، يعني نسبه محسوبه من ان ده مغطي قد ايه من حجم الخساره دي، عشان يعمل دايركت ريليشن. فير فاليو هيدج، احنا قلنا الهيدج بتتقسم حاجتين، يا فير فاليو يا ايه؟ يا كاش فلو. فير فاليو هيدج يبقى انا بغطي سعر او قيمه اصل او لايبيليتي عندي، اما الكاش فلو هيدج انا بغطي مجموعه من الفلوز، التدفقات النقديه بتاعتي. طيب الفير فاليو هيدج بيتحط فين؟ ارباح وخسائر فين؟ بروفيت اند لوس. لكن الكاش فلو هيدج ارباح وخسائر بتتحط فين؟ في الاوسيو. في حاجه اسمها هيدج اوف نت انفستمنت ان فورين اوبريشن، في حاجه ثالثه من الهيدجنج، ان انت تغطي حجم استثمارك في عمليات خارجيه. يعني ايه؟ يعني شركه في امريكا بتستثمر في فرع في مصر، فهي تملك في الفرع اللي في مصر ده 70%، فده بالنسبه لها استثمار سبسيدري. طيب هي خايفه ان قيمه الفرع اللي في مصر ده تقل، تمام؟ فيبقى ده استثمار فقيمته بتقل، فهي خايفه ان قيمته تقل، فقال لك تعالى نغطي تقلب سعر الصرف ما بين الدولار والايه والجنيه، عشان قيمه استثماراتنا اللي هنحطها بعد كده في الميزانيه عندنا عندها هناك في الهولدنج كمباني لازم تبقى ايه متغطية، لو انخفضت عملت خسائر يبقى الهيدج بيعوض لنا. طيب تعالى شوف اكزامبل بقى. فير فاليو هيدج اون جولاي 1 مين؟ يوليوس اكواير 10,000 اونسز اوف ماتيريال ويتش ات هيلد ان اتس انفنتوري. فاكر احنا عملنا اكزامبل شبهه بتاعت الالومنيوم باين. This cost كانت 200 بير اونس، سو توتال 2 مليون. Was concerned that price of this فين؟ inventory would fall. So in July 1st 2006 he sold 10,000 اونس in future market for 210. يبقى اشتراها ب 200 وعمل عقد مستقبلي ب 210، خايف سعرها يقل. تمام؟ Full delivery on 30 جون 2007، بعديها بسنه. On 1st July 2006 the condition for hedging account were all met، كل الاشتراطات بتاعه انه يبقى في hedging موجوده، في علاقه ومتحدده والنسبه معروفه. At 31 December 2006 the end of report period، المهم the fair value of inventory was 220. صح كده؟ يعني قيمه البضاعه دي في السوق وهو بيقفل الميزانيه بعد سنه او بعد ست شهور 220 بدل 200، هو كان شايف 200 والقيمه السوقيه 220. While future price for 30 June 2007 delivery كان 227 بير اونس. On 30 June 2007 the trader sold inventory and closed out future position at the at the spot price
كان 230 بالأونس. بصوا بقى القصة عاملة ازاي، نحط التواريخ عشان الدنيا تبقى فاصلة مع بعضها. انت في 1/6/2006 اشتريت انفنتوري بكام؟ ب 200، ورجعت بره في 1/6/2006 بعت الانفنتوري ده ايه؟ عملت هيدج، بعت بكام؟ ب 210 على اساس انه هيتسلم 30/6/2007، سلمه السنه الجايه. وبعدين في 1/6 في 1/7/2006 دي 1/7/2006 تمام. وبعدين في 1/6 في 1/7 برضه انا عمال اقرا ورا جون 1/7 برضه، وهيسلمه لك في 30/6 يعني بعد سنه 2007 بعديها بسنه. في 1 فين بقى؟ في 1/1 في 1/7/2006 الكونديشن بتاع الهيدجمنت يعني هو فعلا ايه؟ هيدج. في 31/12/2006 هو بيفلس سنه الانفنتوري، الفير ماركت فاليو للانفنتوري حلوه. الفيوتشر برايس ده بقى الفيوتشر بتاع 30/6/2007 ده الفيوتشر متوقع انه يوصل كام؟ 227. في معادلات بتوع سي اف اي بيعملوها وبيحددوا قيمه الحاجه في المستقبل. وبعدين في 30 جون بس لو الكابل ما فيهاش فيرج ديبارتمنت او ريسك ما يجيبش قيمه الفيوتشر ما يعرفش يجيبها او مش هيعرف مش هيحسبها لانه ما دخلش عقود فيوتشر او ما عندوش حد سي اف او او لو ما فيش سي اف او لا تاني ما فيش سي اف اي هو بتاع انا بتكلم ايه؟ بتكلم ان المعادلات دي موجوده في منهج السي اف اي لكن هو في معادلات بتطلعها قيمه الفيوتشر كونتراكت او تجيبها بقول لك في معادلات بتعمل كده بس طيب في 30/6/2007 تريدر سولد ذا انفنتوري انت بعت هنا سولد الانفنتوري وكلوز البوزيشن ات ذا سبوت برايس السبوت انت بعت بكام؟ ب 230 انت بعت الانفنتوري بتاعك انت كنت شاريه ب 200 وبعته بكام؟ ب 230 لا ده سعر عادي انت كنت شاريه ب 200 وبعته في السوق ب 230 ده بره العقد العقد بتاعك الارقام دي ده وده دي العقود تمام يعني وده فير فاليو بالظبط لا ده اسفل العكس ده وده ده فير فاليو ده ثمن حاجه في البورصه في السوق ده لما تبص تقيم المخزون مش انت في اخر السنه لازم تقيم الكوست والماركت واتش لور في الانفنتوري فهو بيقول لك بعد 30 12 كان سعر السوق كذا يبقى هو هيفضل سعره كام في الميزانيه ب 200 السؤال بقى set out the accounting entry in respect to above transaction حط لي بقى الايه؟ الانتري بتاعك انا كده كتبت لك البيانات عشان لما تشوف الانتري في ديسمبر 2006 حصل increase in fair value اللي هي من 200 ل 220 the increase in forward contract ده في العادي ده increase في الماركت and the increase in forward contract والكونتراكت نفسه زاد بكام؟ الكونتراكت انت كنت شاريه ب 210 بقى ب 227 مظبوط طيب the hedge was still highly effective ليه؟ مش سعر الحاجه زاد بكام؟ زاد ب 200 ل 220 يعني زاد 20 دولار بس الكونتراكت اللي انت عامله مغطي 17 من 20 يعني مغطي رقم كبير طيب فبالتالي اول حاجه في البروفيت او لوس هتبقى في 170 دي ايه دي؟ فاينانشال لايبيليتي اللي هي بتاعت
to record the loss on forward contracts. انت كده خسرت ولا كسبت في الفورورد كونتراكت؟ كسبت طبعا. ليه؟ لان كان سعر الهيدجنج سعر بص بص الفورورد كونتراكت كنت انت هتعمل ايه؟ الانفنتوري حافظه زي ما هو. خرج ايه؟ خرج الانفنتوري كله. هو لسه ما خرجش يا جماعه، بس 31 ديسمبر لسه ما بعتش حاجه. هو باع امتى؟ 30/6/2007 السنه الجايه. السنه الجايه هو كده حسب الانفنتوري زوده. بص يا فندم، هو تعالى نمسك واحده واحده. ده الانتري الاولاني الديبت والكريدت. اول حاجه حصلت ايه؟ حصلت ان انا عامله عقد ان انا ابيع الماده الخام اللي عندي دي، او ان انا ابيع ما قيمه الماده الخام دي. كنت عامل العقد ان انا هبيعه بكام؟ 210. لكن حقيقه الامر ان ثمنها زاد، يبقى انا لو نفذت العقد هخسر. هخسر كام؟ 17 في حجم كام اونصه؟ 10,000. يبقى 17 في 10,000 انا هخسر 170,000. فاصبح عندي لو الناس قررت تنفذ العقد ده كنت النهارده بالنسبه لي لايبيلتي. فابتدى يتثبت. انا يوم ما عملته ما كنتش عامله انت، انا عملت له يوم ما عملته عملته شهر 6، بس عملت له انتري امتى؟ لما جيت اقفل الميزانيه. فلما جيت اقفل الميزانيه ظهر له قيمه، القيمه ادت لنشاه لايابيليتي. فهنا بقى ايه؟ عقد لايابيليتي. فظهرت اللايابيليتي ب 170,000. حلو الكلام؟ وبعد كده جينا نشوف قيمه الانفنتوري اللي حصل لها زادت. فلو انا ماشيه فير فاليو ادجستمنت هعلي القيمه بتاعت الانفنتوري من 200 ل 220. فهو ماشي فير فاليو ادجستمنت فعلى الانفنتوري بال 20، ف 10,000 يبقى 200,000 و200,000 تو انكريز الفير فاليو اوف انفنتوري. يبقى معنى كده ان انت شغال على ايه؟ على فير فاليو موديل. وحقيقه الامر انت لازم تبقى شغال على فير فاليو موديل. ليه؟ لانه لو انت كنت شغال هيستوريكال ما كنتش هتبقى محتاج تعمل هيدجنج. انت عامل هيدجنج عشان خايف ان قيمه الحاجه اللي عندك تتغير. يبقى معنى كده ان انت بتغير القيم، يبقى انت اكيد شغال فير فاليو. رغم ان هو في التمرين ما قاليش انه هيقلت انه يشتغل الفير فاليو في دفاتره، بس هو عمل هيدج الاصل. يبقى معنى كده ان الاصل ده كان بيعطى قيمه. طيب تعالوا نكمل بقى. في جون 30 2007 انكريز ان فير فاليو اوف انفنتوري ووز انذر، زادت كمان من 220 بقت ب 200 وكام؟ يبقى لازم الاول يزودها، فزود ال 30,000 اهي. زود قيمه الانفنتوري صح؟ وبعد هو رافض فوس وفاينانشال ليابيليتي فين؟ يبقى سوري الالتزام غير. استنى بقى الالتزام غير. لا الالتزام ده هو عمل الالتزام الاول، لكن اهي بتاعت الانفنتوري الاول اهي اللي هي ال 10 في 10. يبقى كده هو من الانفنتوري لبروفيت اند لوس، يبقى زود قيمته. وبعدين راح بقى للعقد الثاني، بس الدنيا اتعكست. انكريز ان فورورد كونتراكت، وقيمه الفورورد كونتراكت زادت من كام؟ ووز انذر لايبيلتي، زادت من 227. انت كنت ثابت ان عليك لايبيلتي 227، ولو اتنفذ النهارده لانه ده انت بتبيع الاصل، فوقت التنفيذ النهارده 230. فال 230 انت ايه اللي هيحصل؟ من الاخر يا جماعه هو مش هيتنفذ ب 230، هو هيتنفذ بكام؟ ب 210. بس ال 210 دي هتخليك انت تدفع للراجل 20 جنيه زياده صح؟ بس اللي حصل ان انت رفعته من 210 ل 227، فرفعت 17 جنيه السنه اللي فاتت، وبعدين فثبت خسارتك 17 جنيه السنه اللي فاتت، وبعدين رجعت ثبت خساره ال 3 جنيه بتوع السنه دي، فبقى اجمالي خسارتك ال 20 جنيه من 210 ل 230، فثبت بقى ال 3 جنيه خساره بتوع السنه دي 230. وبعدين ده على الانفنتوري فالبروفيت والروس اتباع خلاص. وبعدين دي نفذ الايه؟ اللي هو الهيدج بتاعه. ده الايرادات بتاعت الاول سحب الانفنتوري من المخزن، وبعدين وبعدين دي اللايبيلتي اللي هم ال 20 جنيه من الاخر، اللي نفذ اللايبيلتي اللي عليه اللي هم ال 20 جنيه، لان انت ثبت لايبيلتي 170 اللي هو 17 جنيه، وبعدين رجعت ثبت لايبيلتي 30 اللي هي 3 جنيه، فيبقى هتنفذ العقد لان ده عقد فيوتشر كونتراكت فاجباري التنفيذ فهتنفذه. فلما تيجي تنفذه تلاقي نفسك خسران كام؟ ال 20 جنيه، ال 20 جنيه دول اهو الخساره دي. نزلت اللايبيلتي للكاش دفعت صح كده؟ اوكي.
طب انت كنت كسبان كام بقى في الانفنتوري بتاعك؟ من 200 ل 230 تمام؟ كسبان 30 وخسران 20 يبقى انت كسبان ايه؟ 10 يبقى عامل هيدجنج ولا لا؟ مغطي ولا لا؟ مغطي بالزيادة كمان. فبيقول لي بقى نو بيكوز ذا فير فاليو اوف ماتيريال روز اللي هي الماده الخام عليت. جوليوس ميد ا بروفيت اونلي 100,000 اون ذا سيل اوف انفنتوري. وذاوت ذا فورورد كونتراكت ذا بروفيت كود هاف كان ممكن يكسب ال 300,000 على طول، لكن هو ما كسبش بال 100,000 لانه كان في 200,000 راحوا في الايه؟ في الخساره بتاعه الهيدج. طيب تعالوا نشوف دي بقى كاش فلو هيدجنج. هنا خساره كل مره تدفق شهر، فدايما يبقى مرتبط بحاجات بيع وشراء او تغيرات سعر صرف او حاجات. موضوع الرسم ده المعيار بتاع الكتاب، تحس انه حتى التمارين تقيله. Bit Corporation signs a contract on 1st November 2001 to purchase an assets on 1st November 2002 for 60 مليون. انا هشتري حاجه منك ب 60 مليون يورو بعد سنه، يعني هسلمك بعد سنه. Bit reports US دولار and hedge بيكتب دفاتره باليو اس دولار. يبقى ال 60 مليون يورو دول اللي هيدفعهم بعد سنه عايز اشوفهم اسمه كام. And hedge this transaction by entering into forward contract to buy. دخل بقى السنة الجاية حد يا جماعة يديني 60 مليون يورو ونحدد من دلوقتي سعرهم كام، هياخد مني كام. At 1.5 يورو، الدولار ب 1.5، يعني 60 دولار يجيبوا كام؟ 60 أسفة يورو، عايز لهم كام دولار؟ 1.5، 60 على 1.5 يعملوا كام؟ 40 40 مليون، يعني 40 مليون دولار تديني 60 مليون يورو. ده الاتفاق. سبوت اند فورورد اكسشينج ريت ات ذا فولوينج ديت ار. اللي حصل بقى في 1/11، انت كنت في 1/11، 1/11 كان سعر الصرف كام؟ 1.45 و1.5. ده سعر الصرف حالا، وده السعر اللي بيتعمل بيه العقود. في 31/12 بعديها بشهر، ده سعر الصرف حالا وده السعر بتاع العقود المستقبليه. ده سعر الصرف حالا في 1/11/2002 عند التنفيذ بقى. هيبقى السعر اللي هينفذ بيه دولار لدولار، دولار لليورو. شو دبل انتري ريليتنج تو ذوز ترانزاكشن. في 1 نوفمبر اول يوم هتعمل التعاقد بكام؟ وفي 31 ويوم التنفيذ 1 نوفمبر اللي بعده. نوفمبر اللي بعده، السنه اللي بعدها لما تنفذ. The value of forward contract at inception is zero. أنا دفعت حاجة أو حد اداك حاجة؟ لا، يبقى يوم التعاقد مفيش ريكورد. No entry recorded other than any transaction. But risk disclosure will be made. لكن أنت هتكتب إنه في هنا النهاردة مخاطر بقى إحنا غطيناها. في 31 إيه اللي هيحصل؟ value of contract في 31/12/2001 بقى كام؟ 64 على 24 هيديك 48,000. لكن انت كنت حاسب الكونتراكت على كام؟ على 40 مليون، يبقى انت كسبان كام؟ 8 مليون. يبقى ده الفرق ما بين السعر والسعر اللي موجود في العقد، يبقى انت كسبان 8 مليون. انا كنت عامله العقد ب 1.5، لما جيت في 1/12 ما كتبتش حاجه، لان 1/11 ما حصلش حاجه، لكن لما في 31/12 هقفل الميزانيه فبقيم اي عقود عندي. فالعقد ده ثمن النهارده يسوى كام في السوق؟ وانا كنت شاريه ب 1.5، يبقى انا كده كسبانه ولا خسرانه؟ كسبانه، لانه السعر اقل، فانا هكسب من فرق السعر. فطلعت كسبانه بكام؟ حسب المكسب ب 8 مليون وشويه. بس اول يوم بتعمل فيه العقد في 1/11 ما بيتعملوش انتري، لان العقد بيبقى ورقه ملهاش قيمه. تمام، لان انت عامل العقد بسعره في السوق، فهو يسوى كام؟ نفس السعر، فيبقى لا بكسب ولا خساره. دي اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، اللي هي الانترنسك فاليو. الانترنسك فاليو هو الفرق ما بين الماركت فاليو والكونتراكت فاليو. فالكونتراكت ب 1.5 والماركت فاليو 1.5، مفيش فرق.
بعديها بشهر جينا قفلنا الميزانيه فاضطرينا نقيم العقد، فلقينا الماركت فاليو 1.24 والكونتراكت فاليو 5، يبقى في هنا انترنس في قيمه للتعاقد اللي هي الترو فاليو بتاعه العقد، فبقت 8 مليون ليك ولا عليك؟ ده ليك، يبقى دي جي، يبقى يثبت التعاقد بقى. فقال لي بقى هيعمل ايه؟ ليك يبقى اسيتس، هينشئ فاينانشال اسيتس وهينشئ ايه؟ ليه؟ عشان او سي اي، عشان اي ارباح وخساير للكاش فلو هيدجنج تروح او سي اي. وبعدين عند التنفيذ هينفذ بسعر كام؟ سعر السوق دولار، يجيب لك 60 مليون وانت كنت ثابت منهم لحد دلوقتي 48، يبقى في 11 مليون مكسب، يبقى لازم تعمل نفس الانتري ده تاني. اهو فاينانشال اسيت تزيد تمام، والايكويتي هتزيد والباقي ده يروح ايه؟ طب ليه الايكويتي تزيد ب 10 بس؟ لا فرق السوق. ايه 1.2 دي؟ 1.10 هو السعر بتاع السنة اللي فاتت. اه. هو سعر الماركت اهو 21. اللي هو فين؟ فين 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 فين؟ الناحية التانية. أيوة أهي أهي. سعر الماركت. ده سعر الماركت صح؟ اللي هو آخر مرة أنت كنت ثابت. مظبوط. فدلوقتي بقى كام؟ السعر اللي فاتت فالمفروض أثبت السنة دي بالفعل. لا. مش انا السنه اللي فاتت عدلت بال 24 يا جماعه؟ ايه اللي دخل ال 1.2 دي؟ increase in cost of assets، ده كده بيقيم الاصل نفسه، بيقيم العقد نفسه مش تنفيذ العقد، ده بيقيم العقد نفسه، العقد اللي في الميزان. مش انت انشات العقد السنه اللي فاتت؟ طيب تاني سنه او وقت التنفيذ تعيد تقييم العقد الاول قبل ما تنفذه، من غير ما تنفذ، ما نفذتش اي حاجه، ده بيقيم العقد الاول، بيقيمه بالفير فاليو، فتلاقيه عمل كام؟ 10. يبقى المفروض الايكويتي تزيد ب 10، لا زاد ب 10، العقد قيمته زادت ب 10، فالايكويتي هتزيد ب 10. وبعد كده لما يجي يقفل التعاقد بقى خلاص تمام، الديبت فاينانشال اسيتس اللي هو الجزء الزياده، وانت كنت مزود ايكويتي 10 بس، يبقى الباقي يروح ايه؟ ارباح. انت العقد كده كسب 11 بس هو ارتفاع قيمته لوحده مش ارتفاع نتيجه تنفيذه 10. 11 بيجيب كام مين؟ 11 بيجيب كام مين؟ 11 ايوه خلاص تمام. انا دافع التنفيذ لو اتنفذ بالظبط، اخر ايفاليويشن، الاخر ايفاليويشن ده لازم اخد بيه قيمه العقد. اوكي بس العقد ده نفسه مكسبك حقيقي كام؟ عندك فرق قيمه وعندك الايجار ربح والخساره. تمام. اللي هي الفير فاليو والايجار ربح والخساره. طيب هنا بيقول لي ذا كوميونيتيف جين كان 18 مليون. ريكوجنايز ان ايكويتي اللي هم ايه 18 مليون بقى؟ هم ال 11 وال 8. 11 اهي 8 وبعدين ال 10. از ريموفد فروم ايكويتي، احنا عايزين نشيلها بقى. And included directly in the initial cost of assets. اهي اللي هم ال 11 دول على طول راحوا فين؟ في الاسس. طيب purchase of assets market price. ايه اللي هيحصل بقى عند التنفيذ؟ هتدفع الحاجه اللي انت كنت قايل عليها ب 60 مليون وتدفع الكاش ده العادي خالص. وبعدين تنفذ العقد. لما تنفذ العقد هتلاقي نفسك كسبان كام؟ اللي هم جم منين؟ جم منين؟ المكسب، مش انت المكسب كان 60 مليون؟ لما جيت نفذت بقى هتنفذ بكام؟ احنا كنا حاسبين على 40. احنا كنا حاسبين اسف على 40 مليون ونفذت على 60. ونفذت على 11 و8 يعني يعتبر 60. لا هم ال 20 هم معلش. هو لا جاهز. اه يس. ايوه 60 40 يوم ما نفذت 60 يبقى كسبت حقيقي كام؟ 20. ده المكسب الحقيقي. يعني القصه حصلت ايه؟
ونقول ايه اللي بعدين هو كمان انت اللي حصل دلوقتي ان انا عم بشتري حاجه انا هدفع 60 مليون بعد سنه فانا كده انا بعد سنه هشتري الاصل ب 60 مليون في حاجه وقعت يعني خلاص بس انا كنت خايفه ان 60 مليون دول هيكلفوني كتير فجيت شفت ال 60 مليون دول اسمه كام النهارده؟ اسمه 1.45 ليسوا 1.45 فانا خايفه ان القيمه تطلع عن كده فقلت خلاص انا هبص لها اقدر استحملها 1.5 فرحت رايح عامل عقد ان انا هاخد منها ال 60 دول 1.5 مع سعر يعني اديت لنفسي مساحه خطر مش عارف استنى هو راضي بيه فال 60 مليون دول على 1.5 يبقى هدفع ايه؟ 40 مليون دولار امريكي حلو كده؟ يوم تعاقد جيت اقيم سعر العقد الفيوتشر اللي في ايدي في السوق لسه ما كان لقيته ما يسواش حاجه لان انا عامله تعاقد والعقود اللي زيه في السوق بواحد ونص فخلاص ما عملتش حاجه. جيت بعديها بشهر وانا بقى في الميزانيه العقد ده عقد لازم يكمل لانه عقد هيدجن او عقد يعتبر دريفاتيف فانا عايزه اتممه عشان اتممه جيت تممته هو العقد 1.5 وده انا في السوق كام؟ 1.24 فلقيت نفسي كسبانه الفرق. الفرق ده اللي هو ايه؟ 6.10 في 60 0.26 لا ده العكس 60 على 60 على بوينت على بوينت 26 بوينت 26 يطلع ايه؟ يطلع حاجه ثانيه خالص. انا عايز اجيب الفرق يا جماعه 60 على 1.5 عامل 40 و60 على 24 عامل 8.5 حلو يبقى الفرق عندي تمانية الفرق ده هو 26 سنت او 26 يورو تمام فلقيت ان انا كسبان لو العقد قرر لو ينفع ينفذ دلوقتي هكسب 8 مليون طيب بس انا مش هنفذ يبقى العقد قائم بس ده معناه ان انا راجع عند حد 8 مليون فاثبته اعمل ايه؟ فرحت سبت العقد اسيتس فين؟ اهو 8 مليون فرحت سبت العقد اسيتس ال 8 مليون دول وسبت ايكوتي ال 8 مليون حلو الكلام؟ طيب وبرضه عندنا اللي احنا عايزين نسلم كوست فاسيت 8 ده اكوردنج للاكشوال ماركت ده الاكشوال ماركت لا ده اللي هو من 120 فين يا هبه؟ يعني هو عايز يقول لك هو هنا في هيدج حصل ولا ما حصلش؟ هو الاصل كده يعتبر زاد ب 8 مليون 600 وانا مغطيه منه 8 مليون 600 يبقى يعتبر انا مغطيه تمام فده يصنف هيدج. As this higher ده زاد as this is higher the hedge is fully effective at this point لحد دلوقتي في ارتفاع في قيمه الاصل او ان انا ناوي اشتريه يعني ممكن اتعرض لمصيبه بس الهيدج ما زال ايه؟ ظابط لي الدنيا فيعتبر هيدج اقدر اصنفه هيدج اوكي لانه مغطي لي اكتر ده مغطي لي فوق 90% بقى ده فعلا 8 مليون 600 وانا مغطي 8 مليون 600 8 300 على 8 600 مغطيه 96.5% فيبقى هيدج معديه 80% تغطيه حلو جينا بعد كده ايه اللي حصل؟ جينا لما جينا ننفذ العقد بعديها بسنه العقد ده في ايدي بواحد ونص ويسوى النهارده في السوق واحد تمام يبقى انا كسبانه قد ايه؟ كسبانه اللي هم من واحد ونص لواحد فين؟ كسبانه بقى من واحد ونص انا كنت خليته وصلت 24 فيبقى من واحد ل 24 اللي هي النقطه الزياده فالنقطه دي يا ابني كسبانه ولا خسرانه؟ كسبانه بس هو برضه اكوردنج يعني هو الاول اتكلم عن الاشياء كوست اكوردنج للفير فاليو ماركت وبعد كده تحت اتكلم عن الفير فاليو ماركت بتاع الهيدج الهيدج بس لوحده ايوه هو ده برضه الهيدج بس لوحده ايوه ما هو ده العقد الهيدج هو بيتكلم على العقد نفسه فالعقد قيمته زادت اول سنه او اول شهر قفلنا ليه ميزانيه وبعدين بيحتفل شهر لما جينا ننفذ رجعنا قيمنا فلقينا ان العقد ده كسبني 11 مليون طيب 11 مليون و8 مليون يبقى انا كسبانه كام؟ كان مكتوب في الايكوتي لحد دلوقتي ان انا كسبانه 18 مليون 19 11 و8 هو في مليون منهم سبتهم في البروفيت اند لوس
و10 شراتهم في الايكويتي كده بيبقى 20 تقريبا ال 8 موجود ال 11 بيبقى 20 هي اللقطه بقى في دي هي اللقطه كلها الحسبه في دي انه لما جه بص لقى ان التكلفه بتاعتك زادت من دولار لدولار و2 من 10 اللي هو الفعلي الكوست الفعليه يعني لقى ان ده حصل ازاي ما هو ده 60 مليون و60 عنق 50 يبقى في فرق 10 مليون تمام فانت دلوقتي هتتكلف 10 مليون زياده انت هتتكلف 10 مليون زياده فالتكلفه ال 10 مليون الزياده دي عملت ايه؟ ليه دي كوست المفروض ما تعليش الكود في هنا حاجه في حاجه بس انا نسيت انا عمال اعيد التمرين عشان افتكره في حاجه احنا نسيناها هنا ده قيمه السبوت ريت في حاجه مش مظبوطه هنا هو زود حسب دي قال لك ان انت لو نفذت العقد هتخسر لان انت كنت عامل العقد على 1.5 كنت عامله على 60 مليون على 40 مليون كده هتدفع واحد اللي حصل كده انه هنا في مليون زاد وبعدين مليون زاد ما هو دي تعمل 50 مليون ودي تعمل 60 مليون فكده مليون زاد 10 مليون استزاد وهنا 10 مليون زاد ال 20 مليون زادوا على على سنتين لو كان عايز يثبتها كان ثبت السنه الاولانيه هو ما ثبتش السنه هو عايز يشوف الهيدجنج افكتيف ولا لا السطر اللي بيتعمل ده ما بيتثبتش السطر اللي بيتعمل ده بيشوف هو افكتيف ولا لا عشان لو افكتيف يثبته في الايكويتي لو مش افكتيف ما يثبتوش خلاص انا فهمت عمال اقول لك انا عايز افتكر في اللقطه الاولانيه في التقييم الاولاني حجم خطط 8 مليون و 300 الف في 8 مليون و 300 الف انت مغطي منهم كام؟ يبقى ال 8 و 300 كلهم يدخلوا لانه مش قادر يغطي اكتر من 96.5% زي ما قلنا فكلهم يدخلوا ايكوتي ثاني سنه حجم خسارتك كام؟ 10 مليون وانت مغطي بقد ايه؟ 11 انت مش عايز غير التغطيه بتاعت الهيدجنج ال 10 مليون يبقى 10 مليون بس اللي تدخل الايكوتي والباقي يروح بروفيت اند لوس ما هو اللي بيدخل في الايكوتي حجم الهيدجنج بس فانت مش محتاج هيدجنج غير 10 مليون تمام انت مش محتاج تغطي 10 مليون بالظبط فانت مغطي كده 100% ممكن تغطي لحد 125% زي ما المعيار كان بيقول بس الفرق ده بينزل بروفيت اند لوس فهو هنا بقى انا عمال افتكر ان في لقطه هنا عايز اقولها ناسيها فهو مغطى 10 مليون فخد ده بس اللي دخله ايكوتي والباقي دخل بروفيت اند لوس تمام بعد كده بقى لما راح اشترى اسد عمل قيد شهر اسد بقى قسم مفاصل ملوش علاقه اصلا بالحوار كله لما جه يعمل سيتلمنت بقى للفيلم ده هو هيسيتلمنت بكام؟ ب 40 عشان حاجه بايه؟ ب 60 فيبقى كسبان كام؟ لما يجي يسكر العقد بقى هو هياخد منك 40 مليون تمام خد حاجه منك 60 مليون يورو ويروح يشتري الاصل بتاعه لما خد منك ال 60 مليون يورو اشتراها بالسعر المتفق عليه اللي هو 40 مليون دولار فيبقى فرق 20 مليون دولار جين فعمل كده فرق 20 مليون دولار جين هم فرق ال 20 مليون دولار هم 11 مليون 600 وال 8 اللي انت كنت سابتهم كاملين اللي هو فرق القيمه لا بس انا بتكلم ان ليه ال 11 دي اتقفلت 10 ده عشان يشوف نسبة الهيدجنج عشان على قد الهيدجنج مثلا يدخل في الايكوتي. كنت ازعل قوي لو نسيتها بس انا مركزة ان في حاجة اخر حاجة بقى اخر حاجة خالص فاضل اربعة سلايد هنا بيتكلم على الايه؟ الديسكلوجر اي اف ار اس 7 بيتكلم بس على الديسكلوجر فبيقول لحضرتك لازم تفرق ما بين يعني ايه كريدت ريسك ويعني ايه كرنسي ريسك كريدت ريسك عدم قدرة على الافلاس كرنسي ريسك تغير سعر الصرف اللي هو التمرين اللي فات انترست ريت ريسك تغير سعر الفايده في السوق فتغير سعر الفايده في السوق يغير قيمه الورقه الماليه اللي انت ماسكها عشان فاكرين لما كنا بنقيم دلوقتي البوند الكونفرتبل وجيت في البوند قلت لك خلي بالك ان انت بتقيمه على سعر فايده السوق ماشي الليكويديتي ريسك مخاطر الايه في الاجل القصير اهي لونز بيبل دي عباره عن ايه فاينانشال لايبيليتي التزام عليك وما هواش قصير الاجل وما هواش الكرنت لايبيليتي بتاعتك العاديه دي مسميات ماركت ريسك يعني ايه ماركت ريسك مخاطر السوق
بص بقى هنا مخاطر السوق قال لك بتنقسم الى 3 تايب اوف ريسك: كرنسي ريسك وانترست ريت ريسك واذر برايس ريسك. تعويم ماشي اه تعويم. فالماركت فير ريسك من الاخر كل مخاطر السوق، كل مخاطر السوق دي يا اما سعر الفايده بيتغير، يا اما سعر الصرف بيتغير، يا اما بتتكلم على تضخم، يا اما بتتكلم على بوليتيكال، يا اما بتتكلم على ايكونومي ريسك، اي حاجه بقى تانية. فدي اللي بنسميها اذر ريسك. دي السيستماتيك بقى اللي بتصيب الاقتصاد كله. اذر برايس ريسك اي حاجه ذا ريسك زاد فير فاليو اور فيوتشر كاش فلو اوف فاينانشال انسترومنت ويل فلكتويت بيكوز تشينج اوف ماركت برايس. اي حاجه بتؤدي الى تغير الاسعار بتاعه الاصول بتاعتك او الالتزامات بتاعتك غير سعر الفايده وسعر الصرف. هو بيتكلم عن اذر برايس ريسك. يعني ايه اذر برايس ريسك؟ اه الباست ديو التاخر في الدفع، عندما يحين ميعاد الدفع تتاخر في الدفع. وين كنت كاونتر بارتي اللي هو الطرف الثاني فيلد تو ميك بيمنت وين كونتراكتشوالي ديو لما تستحق وفقا للتعهد. في حاجه اسمها كواليتاتيف ديسكلوجر وصفيه، لازم توصل توصف شويه حاجات وخصوصا لو عندك هيدجنج ايتم. For each type of risk arising from financial instrument, entity must disclose the exposure to risk and how they arise. حجم تعرضها وبتتعرض ازاي. Its objective, policy and process for managing the risk. ايه اهداف ادارة الريسك وايه السياسات اللي بتتبعها وايه الاجراءات اللي اتبعتها. Any change in A or B واي تغير فيهم من سنة لاخرى. يبقى اول حاجه ايه مخاطرك وبتتعرض لها ازاي، وبعدين ايه السياسات اللي انت بتتبعها والخطوات والاجراءات لمواجهه المخاطر دي، وكل سنه تقول لي الجديد ايه. طب الكوانتيتيف بقى الحاجات الوصفيه، الحاجات اسفه الكميه اللي لازم تقولها لي. ماكسيمم اكسبوجر ات ذا يير اند، اقصى اقصى حجم المخاطر اتعرضت له. اني كولاترال او بليدج از سكيورتي، اي حاجه مرهونه. كوليترال يعني رهن، وبلدج يعني ضمان. فأي حاجة محطوطة رهن أو بتضمن وتمثل أوراق مالية security. A description of collateral held as security، ومواصفاتها إيه؟ يعني لو حد إداك أو سوري حد استلف منك وإداك رهن، الرهن ده إداهولك أسهم، فلازم تقول ده قرض بضمان شويه اسهم، وبعدين بعد كده ترجع تقول لي الاسهم دي بقى للمنشاه الفلانيه وحياتها كذا ودنيتها كذا وهكذا. Information about credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired. الاصول الماليه اللي هي متاخره ولا هي اللي هي متاخره، لا هي متاخره في السداد ولا هي حصل لها اي اضمحلال اوصفها لي. و financial assets that are past due or impaired. طب واللي متاخر يعني من الاخر اوصف كل حاجه، اللي مش متاخر واللي قيمته قلت واللي مش متاخر. كولاترال اند اذر كريدت انهانسمنت، الضمانات واي تحسينات على الضمانات دي خلال الفتره الزمنيه اللي انت بتحتفظ فيها بالاسيتس او اللايبيلتي اللي عندك. ليكويديتي ريسك انتيتي ماست ديسكلوز ا ماتوريتي اناليسيس اوف فاينانشال لايبيلتي، لازم تقول لي الالتزامات بتاعتك تواريخ سدادها ايه. ا ديسكريبشن اوف ذا واي ريسك از مانجد، وطريقه اداره المخاطر. connection with market risk والحاجات المرتبطه بالماركت ريسك، لازم لو عندك sensitivity analysis تقول لي. اي حاجات فيها derivative يا جماعه لازم يتعمل لها sensitivity analysis، يعني تقول لو الدنيا اتغيرت عن كده كبرت او نقصت المفروض ايه اللي هيحصل. if the sensitivity analysis reflect interdependencies between risk variables such as interest rate exchange rate rates the method assumption and method assumption limitation must be disclosed. يعني لو في تداخل ما بين اكتر من مؤشر في السوق هيأثر، لو الاثنين اتغيروا مع بعض سواء طردي او عكسي بيتغيروا مع بعض هيأثر او هيعمل تأثير مشترك على الادوات المالية بتاعتك، لازم تقولي التأثير المشترك شكله ايه وازاي وايه الادوات اللي انت قست بيها التأثير المشترك ده وايه الافتراضات اللي انت عملتها عشان تقول ان ليهم تأثير مشترك. حلو الكلام؟ اوكي انا كده خلصت.